بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه دائما وأبدا نطلب العون والتوفيق والسدادة والنجاح. أحييكم بأجمل وأطيب تحية صباحية من هنا، من أرضية هذا الميدان، من ميدان سيف العرب أحد أفرع ميدان المرموم في إمارة دبي، ضمن تحديات وانطلاقات التمهيدي الرابع في هذا اليوم لسن الإيداع من مسافة 5 كيلومترات. أرحب بحضراتكم جميعا المشاركين والمتابعين من خلال انطلاقاتي هذا اليوم، ينطلق على بركة الله وتوفيقه الشوط الأول الرئيسي الخاص بالإبكار، الإذاعة المحليات الأصايل لأصحاب السمو الشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل. نبدأ مباشرة بالصدارة، نتابع المقدمة، والمركز الأول هنا تأتي بضت ظبيان بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، ويضمرها سعيد بن سالم لينيبي من يتابعها في عملية التضمير. بينما في المركز الثاني المنطلق والمتواجدة الشاهنية بشعار هجن ند الشبا سالم بن سعيد المتفوق، دائما في عملية التضمير مع هذه المؤسسة. بينما النقلة إلى المركز الثالث بدأ تسلل هناك من المركز الثالث إلى المقدمة في طريقها إلى سيطرة هذا الشوط خواطر هلال بن أحمد بن إبراهيم. بينما في المركز الرابع تواجدت وانطلقت مياسة بشعار حمدان بن حميد بن سلطان بالكديدة الفلاسي، يعلن عن تواجده في المركز الرابع. بينما في المركز الخامس هناك أسياد أحمد بن سعيد بن كراز السبوسي، يعلن عن تواجد أسياد في المركز الخامس. بينما وين وصلنا مع المركز السادس لنجد الشاهنية بشعار هجن ند الشبا سالم بن سعيد يتولى عملية تضميرها وتدريبها. بينما في المركز السابع المتواجدة المنطلقة الغزيلة بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مبارك بن محمد بن عيسى المطيوعي يتولى عملية تضميرها وتدريبها في هذا الانطلاق نحو المركز السابع. بينما في المركز الثامن القادمة مياسة بشعار سمو الشيخ حمد أو سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، ويضمرها حمد بن علي بن عامر العويسي مضمر نجوم الخمسة يتولى عملية تضميرها وتدريبها. بينما النقلة إلى المركز التاسع أجد هناك القادمة، أجد المنطلقة حشيمة بشعار سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، المتحدي حاضر سالم بن سعيد بن منان في عملية التضمير. بينما في المركز العاشر أجد الشاهنية بشعار هجن ند الشبا سالم بن سعيد تولى عملية تضميرها وتدريبها. هكذا هو العد التنازلي للعشرة المراكز الأولى المندفعة في هذا الانطلاق، في هذا التحدي المعلن، هذا التواجد في ناموس هذا الشوط. ولكن هناك شعارات وأسماء خلف العشر المراكز الأولى معلنة تواجدها، معلنة تحديات الصباحية في هذا اليوم مع سن الإذاعة والإمتاع. العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى المركز الأول، إلى البداية مع أسياد اللي تسيدت مقدمة هذا الشوط، تسللت من المناطق الخلفية هناك إلى مقدمة الشوط لتتسلم قيادة هذا الاندفاع الجميل والمتميز. يقدم أسياد أحمد بن سعيد بكراز السبوسي، بينما الشاهنية تأتي بانطلاق مثير. الشاهنية والشاهنية المركز الثاني والثالث اللي هجن ند الشبا يقودهم في عملية التضمير سالم بن سعيد. بينما انضمت الشاهنية مع المركز الرابع لهجن ند الشبا سالم بن سعيد يتولى عملية التضمير والتدريب. بينما في المركز الخامس من ظبيان غادمة بشعار سمو الشيخ حمدان
بن راشد بن سعيد المكتوم سعيد بن سالم لينيبي يتولى عملية تضمينها وتدريبها، بينما نشوف زحف بدأ من المناطق الخلفية، سيل جارف من الأسماء الغوية والشعارات القادمة. الشاهنية وصلت في المركز السادس بشعار هجن ند الشبا، سالم بن سعيد يتولى التضمير، بينما في المركز السابع اللي وصلت وتقدمت الذيب سيف بن حمد بن راشد النيودي. والمركز الثامن، المركز الثامن وصلت في هذه اللحظات الغزيلة بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، يتواجد مبارك بن محمد بن عيسى المطيوعي يتولى عملية تضميرها وتدريبها، بينما في المركز التاسع هناك بدأ الظهور من شعار صعب يصل مشاهدين الكرام ليقدم لنا محنة، محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الكتبي قادم مشاهدين الكرام ليغير من مركز إلى مركز آخر، ولكن العودة تأخذنا هناك مع مقدمة الشوط. معك يا سياد 1200 يا راعي يا سياد. التركيز دائما نطلب من الجميع من خلال وصولنا مع هذا الكيلو المتر الأخير. سياد تسيدت على الجميع، اندفعت على الأبكار المحليات الأصايل تقودهم قيادة حكيمة في مقدمة هذا الاندفاع المثير. ما شاء الله وتبارك الله، أحمد بن سعيد بن كراز السبوسي يعلن هنا هذه السيطرة، يعلن هذا الاندفاع الشوط الرئيسي للمحليات. وين سيتجه؟ المركز الثاني. الله، الشاهنية تحركت لهجن ند الشبا، سالم بن سعيد يقودها في عملية التضمير. المركز الثالث الذيبة بدأت تتحرك في هذه اللحظات، يقدمها سيف بن حمد بن راشد النيادي. ثلاثية والأروع. الله، الذيب جاوز يم جاوز، حرك خلاص، النهاية بانت، التحديات الأخيرة، 400 متر النهائية تفصل عن خط النهاية، الفيصل هي عن خط النهاية. ما شاء الله وتبارك الله، اندفعت هنا الذيب باندفاع ذاتي وتلقائي في مقدمة هذا الاندفاع الجميل. مشكور يا النيادي على هذا الأداء المثير التي تقدمه الذيب. سيف بن حمد بن راشد بن سعيد النيادي يطير إلى أهالي العين، تحية عيناوية صباحية، سلام مغافة سلام. المركز الثاني الشاهنية لديها رأي آخر، ولكن خلاص سلام عيناوي سلام، تحية عيناوية صباحية من نادانة الدنيا دبي إلى أهالي منطقة مغافة في مدينة العين، تهانينا والناموس. بينما في المركز الثاني الشاهنية لهجن ند الشبا، المركز الثالث أسياد لأحمد بن سعيد بن كراز، المركز الرابع وصل شعار صعب على ظهر مشاهدينا الكرام اللي هي محنة، بينما في المركز الخامس كان الوصول من الشاهنية لهجن ند الشبا. هكذا مشاهدينا الكرام ومتابعين الأعزاء النتيجة للخمس المراكز الأولى. ما شاء الله، حاجز الخمسين يتحطم 7:49 هو التوقيت الذي رافق مشاهدينا الكرام اللي هي الذيبة صاحبتي هذا الشوط الرئيسي. نهدي السلامات.